السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام أصدقائي في سادة التقنية مع هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم إن شاء الله سنتعرف من خلاله طريقة تركيب طبق متر وثمانين والأطباق الكبيرة كالمتر مترين وعشرين والمتر وأربعين وفما فوق. لما لا؟ إذا كنت تتوفر على مساحة كافية لتركيب أطباق كبيرة فلك ذلك ولك حق في ذلك. فأولا أصدقائي الكرام، هذا الطبق الذي في خلفي هو طبق من نوع البوليستير، أي هو من مادة البوليستير. لماذا اخترت هذا النوع ولماذا اخترت متر وثمانين؟ هذا السؤال يجب عليك أنت كشخص أو كصديق أن تجيب عنه قبل أن تقتني هذا الطبق، أو قد تندم عليه إذا اقتنيته فيما بعد. لذلك من بين الأسباب التي جعلتني أقتني طبق متر وثمانين وهو أنني أريد أن أستقبل مجموعة من القنوات السي باند، أريد تحسين جودة الإشارة على مجموعة من الأقمار الاصطناعية والتي طبيعة الحال تكون حزمتها ضيقة أو ضعيفة في مدينة الدار البيضاء. لماذا اخترت متر وثمانين كحجم؟ لأن المساحة المتواجدة بهذا السطح لا تكفيني بكي أقتني أو يعني أجلب طبق متران وأربعين. ولماذا قمت أيضا باختيار هذا الحجم؟ لأن المساحة التي ستجعلني من خلالها رفع الطبق إلى السطح غير كافية مع الأسف، وبالتالي فإني عانيت من مجموعة من المشاكل عندما أردت أن أرفع هذا الطبق إلى السطح. ولماذا اخترت البوليستير ولم أختار طبيعة الحال الألومنيوم أو الحديد أو حتى يعني مادة السمخ أو العظم؟ اخترت البوليستير نظرا لأن مدينة الدار البيضاء معروف عليها مدينة يعني في فصل الشتاء تكون هنالك رطوبة عالية، لذلك فطبق البوليستير يستحمل مجموعة من العوامل، ولكن من بين عيوبه مع الأسف أنه لا يستحمل الأمطار أو كثرة الأمطار، بحيث أن الإشارة تصبح ضعيفة عندما يكون هنالك مطر غزير أو لا يعني يكون هنالك يعني قطرات يعني بسيطة، بحيث أن الإشارة تكون أضعف من مقارنة مع أطباق الحديد وأيضا أطباق الألومنيوم. إذا إخواني الأكارم، هذا هو الطبق الذي خلفي قمت بتركيبه للإشارة فقط كأول تجربة لي في ميدان تركيب أطباق الهوائية من حجم كبير. سأشارككم هذه التجربة لأول مرة لنرى هل سأنجح أم لا. كل التفاصيل بعد الفاصل. فللإشارة فقط، فهذا النوع من الأطباق وهو عبارة على أطباق دائرية. هنالك الأطباق البيضاوية والتي طبيعة الحال تكون محصورة فقط في المتر وعشرين، وهنالك طبيعة الحال هذا الطبق الدائري وهو الذي يمكننا من الحصول على إشارة من جميع الجوانب، أي أنه إذا قمت بقياسه من هذه الجهة فسيعطيك متر وثمانين، إذا قمت بقياسه من هذه الجهة سيعطيك أيضا متر وثمانين. فكما تلاحظون طبيعة الحال هذا الطبق يحتوي مباشرة على ثلاث ثقوب، يعني هذه ثقبة، هذه الثانية هنا، وأيضا طبيعة الحال الثقبة الأخيرة يعني في الأسفل مباشرة. هذه الثقوب طبيعة الحال ستساعدنا مباشرة على ربط طبيعة الحال الأذرع الماسكة للاقط. فهذا هو شكلها طبيعة الحال أصدقائي الأكارم، يعني هذه طبيعة الحال أذرع يعني أو يعني أذرع طبيعة الحال هي صناعة محلية يعني من الصدور على هنا مباشرة، بحيث أنها تتوفر طبيعة الحال على قياسات دقيقة. سوف أتركها لكم مرفقة لهذا الفيديو إذا كنتم تتوفرون على نفس هذا الطبق، يعني سأترك لكم طبيعة الحال قياسات الخاصة طبيعة الحال بهذه الأذرع. كما سنلاحظ طبيعة الحال أصدقائي في كل مكان على رأس كل درع مباشرة سنجد هنالك شيء، فهذا الشيء طبيعة الحال وهو الذي سيساعدنا على تثبيت اللاقط، وسنرى طبيعة الحال النتيجة عندما سأقوم بتركيبها مع اللاقط مباشرة كأول خطوة. إذا كما نشاهد طبيعة الحال أصدقائي في كل مكان، فهذا هو يعني شكل الأذرع مباشرة، هذا هو اللاقط يعني كما هو ظاهر لنا طبيعة الحال بدون إظهار يعني اسم الشركة وأشياء أخرى. يعني ستقوم فقط بتركيب الجزء الأول هنا، يعني سوف يجب عليك أولا أن تقوم بتثبيت هذه القطعة بشكل جيد يعني بلاكرو ديال العشرة مباشرة. ستقوم فقط بتركيب أو تركيب قطعة على هذا الشكل، ثم القطعة المرادفة لها طبيعة الحال في الجهة الأخرى سأقوم بتركيبها وسأريكم النتيجة. إذا كما نشاهد أصدقائي في كل مكان، هذا هو شكل طبيعة الحال القطعة التي قمت بتركيبها، يعني هذا هو اللاقط يعني لاقط الكيوبند، هذه طبيعة الحال القطعة المعدلة تم تركيبها طبيعة الحال مع الدرع A ثم مع الدرع B ثم مع الدرع C كما سنرى في الصورة المقبلة.
يعني على هذه الوضعية طبيعة الحال الدائرية، فإذا قمت مباشرة بتدوير طبيعة الحال الدرع فأنا سأقوم الآن بتدويره إلى الجهة المقابلة. يعني قمت بإضافة طبيعة الحال برغي في هذا المكان، برغي في هذا المكان، أيضا طبيعة الحال برغي في هذا المكان، ثم برغي في هذا المكان، وبرغي في هذا المكان. أيضا عندما سنقوم مباشرة بتدويرها إلى الجهة العكسية والجهة المقابلة سأرى أيضا برغي هنا وبرغي هنا وبرغي هنا. يعني قمت طبيعة الحال بتركيبها بشكل يعني عادي، يعني ليس طبيعة الحال بشكل قوي، لكي أتمكن طبيعة الحال بتركيبها بشكل جيد مباشرة مع الطبق عندما سأقوم مباشرة بتجميعه أمامكم. إذا الآن أصدقائي الأكارم سأقوم مباشرة بقلب لكم هذا الطبق لنكتشف طبيعة الحال ما يحتويه من الخلف وكيف سنقوم بتركيب الأجزاء التي سنريها لكم إن شاء الله. طبق حساس للغاية لأنه غير دربق يطردق بالنسبة للناس طبيعة الحال اللي غادي يقوموا بالتصعيد ديالو على الدرج أو ما إلى غير ذلك بالمهل أصدقائي في كل مكان، لأنه كما قلت لكم هذا النوع يعني مصنوع من مادة يعني خفيفة للغاية وتتأثر بسهولة إذا يعني كان هنالك يعني قوة في التعامل طبيعة الحال مع هذا الطبق. يعني كيف ما قلت لكم كيف ما شرت يعني بالمهل أصدقائك في كل مكان، لأنه طبيعة الحال كأنك هز قطعة ديال القبص شي حاجة. في الخطوة الموالية سنقوم مباشرة بتركيب المونتير الخاصة طبيعة الحال بهذه القطعة والقطعة الخاصة بالمحركة والتي سنراها إن شاء الله بالتفصيل. إذا أصدقائي الأكارم طبيعة الحال سنقوم مباشرة بفتح هذا الصندوق لنكتشف ما يحتويه يعني بالداخل. هذه القطعة أو هذه القطعة هي التي طبيعة الحال توضع مباشرة فوق الدعامة التي يعني تكون مثبتة بإحكام، صانع محلي يعني تحيتنا طبيعة الحال جميع الحداد المغاربة وكذلك جميع الحداد العرب اللي كيتابعوا معنا حلقة اليوم. يعني فعلا كتحس أنه مصنوع بشكل قوي. ثم طبيعة الحال لدينا هذا الدرع وهو الذي يتحكم طبيعة الحال في حركة رفع وخفض الطبق. لدينا طبيعة الحال ماسكات الطبق يعني تبارك الله وصلى على النبي، يعني كما كتشوفوا يعني خشنه. وللاشاره فقط فبالنسبه للناس اللي كيسكنوا في منطقه يعني بها رطوبه بحالي انا سنقوم مباشره بطليها، ساقوم بطلائها بالاونتير ويل. ثم طبيعه الحال هذه القطعه التي يتم تركيبها مباشره في خلف الطبق مباشره لتركيب المحرك، يعني ليست مشكله طبيعه الحال في استخدام المحركات العاديه. اما اذا كان طبيعه الحال الطبق من الحديد وكلما كان طبيعه الحال قطر الطبق اكبر كلما طبيعه الحال يكون يعني الحجم او لو او الوزن يعني اثقل. اذا احبائي في كل مكان كان هذا كل ما يخص هذه القطع. الان سنتعرف على البراغي. إذا كما نشاهد طبيعة الحال هذو هما البراغي ديال 17 أو لا براغي 17 التي يتم تثبيت من خلال أشرطة يعني تثبيت الطبق مع المونتير. ثم مباشرة سنحتاج طبيعة الحال ثلاثة ديال الجوانات، ماشي الجوانات الطبيعية وإنما دي الجوانات ديال العمل، ثلاثة ديال الجلدات ديال البوطة. أنا ما بغيتش أخويا ندير دوك سميتو، ما بغيتش ندير لي رونديل ديال الحديد لأنه غير صدوا ليا. وفي العمل طبيعة الحال سأستخدم فقط يعني مفتاح 17 لانه فقط لدي بولونات ديال 17 ومن غادي نتعامل بهم ان شاء الله في هذه الحاله. اذا وكاول خطوه طبيعه الحال وجب القيام بها هو انني ساقوم بتجميع طبيعه الحال هذه القطع، وطريقه تجميعها هي سهله وبسيطه للغايه، تعتمد فقط على الصبر. ربما قد لا تجد مثلها في مدينتك او في دولتك، ساقوم مباشره بفك هذه الامور. وللاشاره فقط اعطاني هذه كومبليك يعني اعطاها لي بالكامل، لكن انا قمت بتقسيمها لكم لكي نرى الاجزاء بشكل واضح واوضح. وهذا هو القضيب اذا تذكرتم في الحلقات السابقه وهو المسؤول طبيعة الحال على حركه رفع وخفض الطبق. ساقوم مباشره بتركيب هذه القطعه هنا دائما مع هذه القاعده على برا مزيان. اذا هكذا ساقوم مباشره بوضع طبيعة الحال الحلقه الثانيه او الكرو او السداده، راس السداده غادي نحطها على هذه الوضعيه تماما. ثم لدي قطعه الاخرى وهي القطعة المسؤولة على كذلك على الرفع وعلى الخفض، يجب أن تتوفر طبيعة الحال على برغي وهو على هذا الشكل. أيضا برغي 17 كاين شي حاجة اللي غريبة يعني ويساروت وحدة تخدم بها هذا الشيء كامل. سأقوم مباشرة بتركيب البرغي من هذا المكان، ثم السدادة أو الكرو غنحطه مباشرة يعني في هذا المكان هكذا كما تشاهدون أحبابي وأصدقائي. وهذه طبيعة الحال هي الدعامة الخاصة بنا، يعني قمنا بتركيبها على هذا الشكل، يعني سأقوم بفتحها على هذه الوضعية
كما تشاهدون يمكنني ان اتحكم طبيعة الحال في درجة رفع وخفض الطبق، يعني كما احببت احبابي في كل مكان. اذا الان الخطوة الموالية وهي طبيعة الحال سنقوم مباشرة بتركيب هذه القاعدة مع الأدرع الماسكة، يعني مع الأدرع الماسكة طبيعة الحال للطبق. سأقوم مباشرة بتركيبها هنا، مباشرة سأقوم بتركيبها ثم سنقوم مباشرة بتجميعها مع الطبق. إذا أصدقائي الأكارم، بعدما قمت بطبيعة الحال بتركيب قطعة خاصة بالمحرك وأيضا القطعة الماسكة يعني سأضعها على هذه الشكلة، يعني لامونتير مباشرة سأضعها فقط على هذه الكيفية ببطء شديد أحبابي في كل مكان، ثم مباشرة سوف أقوم بأخذ القياس الخاص بالقطع العلوية من خلال طبيعة الحال تركيب هذه القطعة يعني على هذه الشكلة، يعني كما قلت لكم ببطء شديد حتى تتمكن من إيجاد القياس المناسب لك. أظن أنني حصلت طبيعة الحال على القياس المناسب الخاص بي، يعني هو على هذا الشكل. إذا لم يكن طبيعة الحال سأجرب الجهة المقابلة، إذن على هذه الكيفية يجب أن يكون القياس مضبوط. سأضع طبيعة الحال البرغي أو البولون ديال 17 مباشرة بحذر شديد، أنا أؤكد على مسألة حذر شديد لأنه طبيعة الحال هذا النوع من الأطباق فأي حركة ليست طبيعية ستؤثر عليه بشكل نهائي، أنا أقوله بكل وضوح أحبابي في كل مكان. تقوم بتثبيت البراغي ثم طبيعة الحال سنقوم باستخدام يعني المفتاح، يعني كما قلت لكم يعني مفتاح 17، ويكون طبيعة الحال القفل بحذر شديد، يعني إذا كنت من النوع الذي لا يفهم معنى الحذر فيا أخي الكريم سوف تصيب الطبق أو ستؤثر طبيعة الحال على القطعة التي تقوم بمسك البرغي بشكل نهائي، لذلك قم بالتعامل معه بحذر كبير. لذلك سوف أقوم بتوقف التصوير إلى أن أنهي طبيعة الحال خطوة تركيب أجزاء الطبق مع المونتير. بعدما قمنا بإنهاء طبيعة الحال قفل هذه الأجزاء سنقوم مباشرة بقفلها بشكل بطيء، يعني حتى نتأكد أنه توقف. عندما سيتوقف توقف أيضا، يعني لا تقوم مباشرة بتدويره بالقوة لكي لا تصيب طبيعة الحال أجزاء الطبق، يعني هذا طبيعة الحال كلها أجزاء لازالت مفتوحة. سأقوم مباشرة بتبطئة لكي لا ينفجر لي طبيعة الحال هذا الجزء، لأنه جزء مع الأسف ضعيف للغاية. إذا لازال لدي جزء آخر، وهذا الجزء الخاص طبيعة الحال بالقطعة المحركة لكي يدور طبيعة الحال البرغي. سأقوم مباشرة بتركيب يعني الكرو A مباشرة في على هذه الوضعية، ثم مباشرة سأقوم بتركيب البولون بيك، يعني هو طبيعة الحال خاص ب 17 أو الكرو، عفوا وليس البولون. إذا هكذا أصدقائي سأقوم بتثبيته على هذه الكيفية، سأقوم بتثبيته بشكل قوي ومتوقف طبيعة الحال على المنتصف كشكل أولي من أجل وضع طبيعة الحال الطبق مع الدعامة. سأقوم بوضعه إن شاء الله في الدعامة كما سنشاهد. قمت بتثبيته يعني بشكل أولي، يعني قبل أن أقوم مباشرة بضبطه مباشرة على قوس الأقمار لكي لا يكون طبيعة الحال هنالك دوران. إذا الآن أصدقائي الأكارم سنقوم مباشرة بتثبيت طبيعة الحال الأعمدة الماسكة للاقد، بحيث أن اللاقد سوف يكون في المنتصف لكي يتم مباشرة يعني عكس الإشارة من الطبق إلى اللاقد مباشرة
ليس بالشكل الذي كنا نعهده طبيعة الحال في الأطباق العادية أو الأطباق البيضاوية، بحيث أنه تجد يعني الدرع هنا واللاقط في هذه المنطقة لكي يتم مباشرة استقبال إشارة الأقمار الاصطناعية. سأقوم مباشرة معكم بتركيب الأدرع الثلاثة التي قمنا طبيعة الحال بتجميعها في أول هذا الفيديو، ابقوا معنا. إذا كما نشاهد طبيعة الحال سنقوم مباشرة بفك هذه القطعة طبيعة الحال من البراغي المتواجدة في الأسفل، يعني على هذه الكيفية مباشرة، أو القفالات الخاصة طبيعة الحال بالبولون. سنقوم مباشرة بتركيبها أو الأذرع الثلاثة مباشرة مع الطبق، فإذا لم يكن التركيب بشكل متساوي فلن تدخل لنا طبيعة الحال الأقطاب كما هو مبين لكم أصدقائي في كل مكان، يعني بهذه الكيفية والشاكلة. يعني عندما سنقوم مباشرة برفع الكاميرا سنقوم الآن بتثبيتها من الخلف مباشرة. إذا أصدقائي الأكارم سأحضر طبيعة الحال يعني جلدة أو لا يعني جوان كيف ما كتصطلحوا عليه، يعني أنا اضطريت أنني ندير الجوان ديال الجلد، ما بغيتش ندير طبيعة الحال ديال الحديد لأنه يتعرض للصدأ بسرعة، وبالتالي فإنه سوف يؤثر لي على هذه المنطقة، لأن منطقة طبيعة الحال كما قلت لكم حساسة جدا وينبغي طبيعة الحال الحفاظ عليها بما أمكن. يعني سأضع طبيعة الحال جلدة من هنا، يمكنني أن أضع طبيعة الحال هذه نفس هذه القطعة في المكان المقابل لهذا الذراع، يعني من الأمام وأيضا واحدة من الخلف. إذا أصدقائي في كل مكان حلقة هذا اليوم انتهت، إذا أعجبتك وكنت من بين السباقين لمشاهدتها شرفني بالزر لايك، تعليق تحفيزي أو إضافة لهذا الموضوع إذا كنت تتوفر عليها، وأيضا أجبني بصراحة ما رأيك في هذه التجربة التي خضتها ولأول مرة في حياتي بخصوص تجميع وتركيب طبق المتر وثمانين. هنالك حلقات مقبلة إن شاء الله سنتعرف من خلالها كيفية ضبط الأذرع الثلاثة التي يحملها هذا الطبق، كيف سنحصل على قوس كامل متكامل من الأقمار الاصطناعية، وكيف سنقوم بتركيب اللاقط العادي ولاقط السيباند، وكيف سنقوم بتركيب لاقط السيباند، وأيضا كيف سنقوم بضبط وتركيب محرك على هذا الطبق الموجود خلفي. كل حلقات إن شاء الله ستكون في مستقبل الأيام ضمن حصص سعد التقنية. أود أن أشكركم طبيعة الحال على تفهمكم وأشكركم على حسن تتبعكم، ومزيدا من التألق والنجاح والازدهار دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.